هون من طريق تعنيل نجي فيه مشتل السماحة. هيك نشوف هالجماعة شو عندهم. يلا هيتو مشتل حلو وكبير. نهارك سعيد. أهلا أهلا، كيف حالك؟ أهلا أهلا، يعطيك العافية. شو أخبارك؟ كل شيء تمام؟ يعطيكم العافية. شو هالمشتل الحلو؟ أنت الحلو. أنا خبروني وجاي قال لي، حتى خيي قال لي بأمريكا، بأمريكا ما بتشوف مثله. في قاعدة، في صالون، في جلسة، وبترجع بتشتغل عليه. يا سيدي نحن واجبنا انه نستقبل الناس بالاهلا وسهلا وبالشيء الحلو. تسلم حبيبي. لو ما عندنا شيء حلو الناس ما بتشوف. 100% المطرح هلا رح نفرجيهم للعالم ورفقاتي، رح فرجيهم هالمطرح الحلو وشو مميز وشو عندكم شتل. انتم شو مميزين اكثر او خبرتكم وين؟ بال... رجال المشرفة اجمالا. وكل شيء تابع لها. عظيم. يلا بالتوفيق ان شاء الله. رح نعمل جولة. اهلا وسهلا وبنرجع بنتحكم. يلا يعطيك العافية حبيب القلب. يلا باي باي. رينا هاي شو عم تعملي؟ هاي عنب مر بدي طعمها. يلا طعم عليها بيتها مر. عنب مر اوكي. هاي للكعك. اها هاي للاستغلال. بقصم الشرش شوي. تعال نروح على المرحلة الثانية. يلا شو عندك؟ تفضل. هاي لين بيتها مولي. نعم. هيدا التطعيم. هاي البكله بدو يركبوا عشا سوا بعض مع بعض. هيدا عشا مع حطوا له قلنا شعره. الله. هاي الورد الدمشقي القديمة. ايه. هاي اللي بيعملوا منها زهرات شراب موارد.